نقف إن شاء الله تعالى في هذا اليوم مع بابين من أبواب هذا الكتاب، واشتمل البابان على ستة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الأول باب الوتر، باب الوتر. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الوتر لغة الفرد، الوتر لغة الفرد، وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر، يعني الواحد وترا، وتر الواحد وتر، والثلاثة وتر، والخمسة وتر، وهكذا. والمراد به هنا الصلاة المتطوع بها لتوتر صلاة الليل، أما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب. صلاة النهار وترها صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاثة. وصلاة الليل الوتر بتاع اللي هو النافلة التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والوتر، الوتر من أعظم العبادات المستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، إلى وجوب صلاة الوتر. وتكلم الإمام أحمد كلاما شديدا في من لا يوتر، عشان يزول يحرص كل الحرص على هذه العبادة العظيمة وهي صلاة الوتر. طيب، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى في صلاة الليل؟ سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، هي صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي ركعتين سلم، صلي ركعتين وسلم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. قال: فأوترت له ما صلى، أي هذه الواحدة، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الوتر الفرد، وتكلمنا عن هذا الأمر. وكلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى بنصه أو قريبا منه نقله أو ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. وقوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، اختلف العلماء في المراد بها، هل المراد الكيفية أم العدد؟ يعني مثنى مثنى للعدد، يعني صلي اثنين 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 للعدد ما شئت وبعد ذاك أوتر بواحدة، ولا المراد إنه صلاة الليل عندها عدد معين الكيفية بتاعته تكون مجزأ مقسم على اثنين اثنين؟ لأنه في كثير من العلماء بيروا إنه صلاة الليل ما عندها عدد معين، يعني عدد واجب يعني تقيف فيه وما تزيد. عشان كذا بتلقى في السير، بتلقى في صفة الصفوة، إنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه ولده أنه كان يصلي بالليل 300 ركعة بعد العشاء، ولما جلد وابتلي بالسجن وبالضرب وبالظلم صار بعدها يصلي 150 ركعة. وبتلقى إنه عن الإمام الشافعي إنه 32 ركعة، وبتلقى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 23 أو 21 في بعض الروايات، وهكذا. فهل عندها عدد معين ولا والعدد ده
عليه ركعتين 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 بعد ذاك بتوتر بواحد زي 11 ركعة و13 في الأحاديث التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولا العدد مفتوح، تصلي ما شئت ثم بعد ذلك شنو توتر بواحدة. فده جماعة فيها خلاف معروف حتى بين المعاصرين، حتى العلماء المعاصرين كذا. الشيخ الألباني بيقول الإنسان ما يزيد على العدد الوارد في الأحاديث كحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يعني 11 رقعة، ونازل بياخذوا بالحديث الثاني 13 رقعة اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها، ما تزيد عليه كذا. في ناس بياخذوا بالقول الأول تصلي بس بعد ذاك. لكن يا جماعة لو نظرنا للأدلة أو عاينا للأدلة نلقى الجمع في كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والله أعلم. ليه؟ لأنه يا جماعة كلام الشيخ الألباني بيقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مش داير الأجر ودائر الفضل، أصل أنت ما بتفوت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكون النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان ما بزيد على 11 أو 13 رقعة معناه الخير في ده. لأنه قال لك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث الذي في صحيح مسلم وفي غيره من رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أحسن أحسن الكلام وأحسن الهدي إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده جانب يا جماعة. الجانب الثاني النبي عليه الصلاة والسلام ذم إنه الإنسان يصلي الليل كله. لو لاحظت في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح في حديث الرهط الثلاثة لما قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأصوم أي الدهر ولا أفطر، وقال الآخر الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى وقدم مقدمات، منها سألهم ومنها قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أي رأني، أو في لفظ أما أنا فأخشاكم لله وأتقاكم له غير أني أصلي وأرقد في لفظ وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقب واستدرك أو بيّن إنه الإنسان ما يصلي الليل كله، يكون عمره كله الليل كله بصلي. وبرضو الحديث الآخر في صحيح البخاري حديث أبي الدرداء وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنهما أما كان أبو الدرداء يصلي الليل ويصوم النهار، يكثر من صلاة الليل ومن صيام النهار سنة كلها يعني أو كثير من السنة. فسلمان الفارسي رضي الله عنه وعن أبي الدرداء يعني أنكر عليه ذلك وبين له، قال له إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، الضيف بتاعك، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أصبحا وسأل أبو الدرداء النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فده يا جماعة خير الهدي، صلي 11 أو 13 وما تزيد عليك. ولو زول أخذ بالقول الأول نحن لا يعني لا نعنف عليه، هو قول معتبر عند أهل العلم ولهم أدلة على ذلك، والأدلة من الطرفين من باب يعني الاحتجاج، يعني ما في تناقض بين الأدلة، لكن ديل فيهم كذا وديل فيهم كذا. الألباني رحمه الله قال مثنى مثنى دي في الكيفية، يعني 11 رقعة
حيث يعني تصليها في دفعة واحدة ولا تصليها مجزأة ولا كذي. المحاملي رحمه الله تعالى ذكر ستة كيفيات، لكن بالنهاية شنو يعني الحديث ذا فيه بيان السنة المؤكدة المستمرة، إنه الإنسان يصلي ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، ركعتين يسلم إلى آخره، بعد ذاك يصلي واحدة ويسلم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني حاول تخلي الوتر شنو آخر ركعة، حاول كده، وإلا الإنسان لو أوتر ونام بعد ذا قام يصلي بالليل فما في حرج، لكن علماء قالوا ما يوتر تاني، يعني لو أوتر أول الليل أوتر بعد العشاء صلى وأوتر بعد ذاك تاني دار يقوم يصلي بالليل أو جاته صحية بالليل قام صلى ركعتين أو كذا، بس تاني ما يوتر، ما يكرر الوتر، يكون الوتر بس الأول، أما بعد يصلي ركعتين ركعتين إذا قام بعد الوتر يعني. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، والثاني أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد رحم الله الجميع. يعني عائشة رضي الله عنها بيّنت إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل، يعني كيف من كل الليل؟ يعني مرة أوتر من أول الليل بعد العشاء، يعني بعد صلى العشاء صلى ركعة وأوتر. وكلمة الوتر السلف بيقولوها بيقصدوا بها صلاة الليل المختومة برقعة، ما زي بنقول هسه نحن بنقول الشفع والوتر، في ناس قايلين بس ثلاثة رقعات بيقولوا الشفع والوتر، وده ده اصطلاح اصطلحوا عليه في البلد دي يعني، لكن اصلا اسم الوتر بس، الوتر دي صلاة الليل اللي بتتختم بها رقعة، وصليت ثلاثة لو صليت خمسة لو صليت سبعة لو صليت تسعة لو صليت 11 لو صليت 13. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل، كيف من كل الليل؟ يعني مرة أوتر بداية الليل بعد العشاء بشوية، يعني بداية قيام الليل، يعني بداية الوقت اللي بيقوم فيه الإنسان الليل، وإلا بداية الليل معروفة المغرب، لكن يعني بداية قيام الليل بعد العشاء بشوية يعني. ومرة أوتر وسط الليل نص الليل، ومرة أوتر آخر الليل، ومرة أوتر عند السحر، يعني بين الأذان الأول والأذان شنو الثاني وقت ده، وده كله ببين لك الجواز يعني. وإن كان الأفضل للزول يا جماعة اللي بيصحى طوال بيصحى، الأفضل إنه يوتر آخر شنو آخر الليل. الحديث الثالث في الباب وختم به، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. وقال ليس بهذا اللفظ عند البخاري، قال هكذا أحمد محمد شاكر، رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد رحم الله الجميع. وشرح الحديث ذا انه 13 ركعة صلى بعد العشاء، 8 ركعات صلى ركعتين 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 كذي 8، وتاني قام صلى دي اللي فيه مؤهل العلم كذي، صلى 5 ركعات ورا بعض، 5 ركعات، عرفتها؟ عشان كذي صاحب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام اللي هو عبد الله آل بسام قال في 6 كيفيات ذكر عن المحاملي رحم الله الجميع، فقال يعني في 6 كيفيات، منها إنك توتر بركعة بس بعد العشاء ركعة واحدة بس،
وفعل ذلك معاوية رضي الله عنه. وسئل ابن عباس قال له رجل: إن معاوية صلى ركعة واحدة. قال: إن معاوية فقيه. ده فقيه وفعله ده صحيح فرجع واحدة، وممكن توتر بثلاثة ركعات، وممكن توتر بخمسة، وممكن توتر بسبعة، وممكن توتر بتسعة. دي الروايات الجاد دروبة. طبعا في روايات صحيحة وروايات ضعيفة. تسعة، التسعة ديل تمانية ورا بعض، وبتجلس جلسة تجاوز زي جلسة تجاوز، بعد ذاك بتقوم تجيب التاسعة زي صلاة المغرب، لكن بدل ركعتين وركعة تمانية وركعة. وفي كيفية إنه ركعتين وبعد ذاك ركعة واحدة. وده جماعة الأصح والله أعلم، أو السنة المؤكدة المستمرة. أنت أعمل دي الأخيرة دي، أعمل الأخيرة دي، لأن دي السنة المؤكدة، ودي الواردة يعني بالقول وبالفعل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، وبالفعل انه كان يصلي ركعتين الى اخره. واضحه يا جماعه المسائل دي؟ واضحه يعني واضحه اوضح ما يكون. يعني الراجح باختصار صلي 11 ركعه، وال11 دي ذاتها او 13 تصليها ركعتين تسلم، ركعتين تسلم، ركعتين تسلم، ركعتين تسلم، ركعتين تسلم، ركعتين تسلم، لو 13 وقبلها اثنين، وتوتر بواحده بس. لو تقدر تقوم بالليل اخر الليل خلي الصلاه اخر الليل، لو ما بتقدر وبتنوم ولا شغال اعمال شاقه وكذا والعاده انك بتنوم، صليها بعد العشاء طوال. ولو ما قدرت على ال 11 او 13 صلي اقل يعني خمسه، صلي يعني ثلاثه ما استطعت. طيب، الباب الذي بعده ايضا فيه ثلاثه احاديث، او اي نعم اربعه احاديث. باب الذكر عقيب الصلاه، عقيب الصلاة يعني عقب الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة، بعد الفريضة. داري يوريك كيفية الذكر، وداري يوريك الأذكار ذات اللي بتقولها بعد الصلاة شنو؟ يوريك يذكر لك جزء منها، جزءا منها. طيب، قال عقب يعني بعد، يعني عقب أو عقيب، عقيب يعني مباشر يعني بعد طوال، تصغير عقب في هذه النسخة، وفي بعض النسخ قد توجد عقب يعني بعد الصلاة، الصلاة المفروضة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. يعني الأثر ده عن الصحابي اللي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيه إنه الصحابة كانوا بعد الصلاة بعد يسلموا من المكتوبة بيرفعوا أصواتهم بالذكر، مو زي هسي بيقولوا الاذكار سرا، واحد تلقاه بعد الصلاه انت ترفع صوتك، دي من السنه. والشيخ محمد بن هادي قال دي من السنن التي كادت تندثر، يعني او من السنن التي يعني يرغب في احيائها، لانه ده حديث اثر عن صحابي واثر فيه بقيه الصحابه وباقرار النبي صلى الله عليه وسلم او بفعله، وده حديث وثابت في البخاري ومسلم وفي سنن ابي داود وفي غير يعني هذه الكتب والمراجع. يعني بعد الصلاه تقول الاذكار جهرا، تقول جهرا، ولو زول قال لك ازعجتنا قول له دي السنه، وريه السنن انت قول له دي السنه.
وأنا كثير قاعد أنبه الناس الحمد لله في المسجد ده، والحمد لله في كثير من الإخوة يعني استجابوا الحمد لله. نسأل الله يوفقنا وإياهم ووفق الجميع. الزول يا جماعة بعد الصلاة المفروضة يسبح ويستغفر أو يقول الأذكار جهرا جهرا، ما شرط الصوت العالي لما تشوج على يعني يبقى هنا، لكن مهم جهرا جهرا. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يعني كانت الصلاة تمتلئ بالمصلين، وابن عباس كان من صغار الصحابة فقد يصلي خلفه، فيعلم انتهاء الصلاة أحيانا وانصراف الناس من الصلاة بالتسبيح بعد الصلاة إذا جاء ودخل إلى المسجد أو نحو ذلك. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، رواه مسلم. يعني بعرفوا إنه الصلاة انتهت، من يداخلين يلقوا يلقوا شنو، أو يكونوا ورا في المسجد يسمعوا تكبير الناس وارتفاع أصوات الناس بالذكر. طيب، الحديث الذي بعده عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. دبر الشيء آخر الشيء. شيخ العثيمين قعد قاعدة قال: إذا وجدت النصوص تتناول دبر الصلاة فإن كانت في الذكر فالمقصود بالدبر دبر الصلاة بعد الصلاة آخر يعني، وإن كانت في الدعاء فالمقصود داخل الصلاة في آخر الصلاة. يعني مش بتلقى من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، آية الكرسي من الذكر ولا الدعاء؟ مش من الذكر. دبر الصلاة يعني تقرأ آية الكرسي في مع التشهد ولا بعد التشهد؟ بعد السلام، بعد السلام. لما تلقى ذكر في دبر الصلاة يعني بعد السلام، ولما تلقى الدعاء في دبر الصلاة يعني داخل شنو الصلاة لكن في آخرة. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ رضي الله عنه، دي بتقول بعد السلام ولا قبل السلام؟ قبل السلام. الدعاء قبل السلام والذكر بعد شنو؟ ده تأصيل القاعدة كده، أو دي القاعدة. قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد السلام، لأنه ده ذكر الجايد. كان بيقول شنو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تعالى، لا معبود حق إلا الله تعالى، ما بيستحق العبادة إلا هو، لا شيخ بيستحق عبادة، لا ولي، لا صالح، لا صنم، لا حجر، لا شجر، لا نار، لا بقر، لا أي معبود يعبد من دون الله، عبادته باطلة. أي معبود ما بيستحق العبادة وعبادته باطلة، إلا الله تعالى مستحق للعبادة وحده ولا شريك، تدعوه ترجوه توكل عليه تصرف له جميع العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما تبقى زي الجهلة وعباد البشر في البلد دي في غيرها، المكاشف يا كباشي ويا صايم ديمو يا ود بدر ويا فلان ويا علان، الموضوع ده تجيبه فجي ده أهم موضوع، فهمت كلامي؟ لازم تجيب ولا بتكون ضيعت زمنك زاي في البلد دي وفي غيرها. الموضوع ده لازم تجيبه، موضوع التوحيد ده، لأنه يوسف عليه السلام في سألهم الرؤيا تكلم في التوحيد، تاني جاء في الرؤيا يا صاحبي السجن
أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وصلنا الدعوة بأسلوب، وصلونا الدعوة بأسلوب عجيب مرة واحد، أسلوب جميل جدا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قعدوا منتظرين، سألوا منتظرين الجواب. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ليه؟ بتعلم الغيب؟ لا لا، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. أو هم كافرون؟ كافرون ولا هم كافرون؟ ها؟ هم كافرون؟ ما فيهم؟ آية هم دي في آية تانية. كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير؟ سألوا عن شنو؟ الرؤيا. ودخل لهم في شنو؟ في التوحيد. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون، قال اديكم موضوع أهم من الرؤيا، قال كذب ساقوا شوية. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. شو الخطاب المباشر الواضح؟ ولك لو النازل جيب لهم بفوق، قال لهم ما تعبدون انتم من دون الله الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. هذا عديد. ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ذاك وراهم، قال لهم يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. واحد قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني السيد بتاعه، السيد بتاعه المالك له، والسيد الزعيم بيقعد جنبه ويشرب خمر، مش ربه يعني الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني السيد بتاعه بيسقي السيد بتاعه خمر، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. أزي ما فاد، وراهم الجواب، لكن أداهم فائدة أهم من الجواب، لأنه الدار قتلوا ده وصلوبه ده خير يموت موحد، أداهم فوائد كده. أزي يقول لك أنتوا خرمتوا، أنت تمشي تتكلم في موضوع يقول لك حسيت خرمت كذا ومركت برا الشارع، ونحن يا دوب دخلنا الشارع، الموضوع ده كذا يا دوب ده دخول الشارع، موضوع التوحيد ده دخول الشارع. ولو والله ركزوا جوا قلبك موضوع التوحيد ده وبقيت تلهج به والليل والنهار، اعرف انه دي علامه خير، والله دي علامه انه بعدين تموت حسن خاتم، وانه بعدين تنجو من عذاب الله تعالى. كون انت قلبك ده ولسانك ده طوالي مع التوحيد وراحتك مع التوحيد. في ناس كذي هسه انا لاحظت كثير من، يعني ما شاء الله في ناس موفقين نحسبه، يا اخي لو جيت تتكلم ساي في نصيحه تلقانا عسانك، اما تجيب التوحيد بالنسبه معناه الزول شنو؟ معناه التيرز بتاعه رمى يا دوب، لانه ده زول قلبه ملان توحيد، بيحب الله، زول بيحب الله. انت كان بتحب لك شيء مش بتحب يذكروه؟ هذول بيحب الله، ويحب انه يذكر الله ويحيده الله ويعظمه الله سبحانه وتعالى، بخلاف ذاك، ذاك بيحب دراويش وبس، تكلم في التوحيد تلقاه يتململ ويكنكش ويتضايق ويكون ممسوس مرات، يعمل لك كده. شفتها في النصيحه، اول ما تجيب شيوخه ديل، لو انت يعني بتاع لخبطه وكذا تجيب شيوخه، والله طبعا ابونا الشيخ تور عفينا من كراماته، هذا التور عفينا من كراماته،
طوالي هو بكون مركز معاك يقول لك ايوه، تلقاه يبشر مرتاح والله وينطط، ولا تذكر احمد تجاني ولا تذكر مين ولا تذكر مين ولا تذكر مين. لا هوا ساي وبلاوي مالو بال البلد دي. فلا بد من التوحيد يا جماعه، لا بد من المواصله في التوحيد، دي مسؤوليه. الان الله بيسمع علينا، انا خطيتها في رقبتك وما خطيتها انا، الله سبحانه وتعالى قال كذا: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بيصطينا واذا علمته وكذب تمشي طوالي تشتغل بتاع تاكسي، في التاكسي تشتغل دعوه، بتاع خدار في الخدار تشتغل دعوه، يجيك الصوفي درويش تنفض لك جرجير كده يقول له ها دخلك والله، ها مكاشفي ما فينا، كباشي ما في، صايم دي ما في، وحد الله ونادي الله كذا يعني. ميكانيكي تشتغل توحيد طوالي، بيجيك عاين يقول لك درويش اها الجرابوكسي كيف، يقول لك الجرابوكسي نمره واحد البرعي ما بينفع، الله اكبر، نمره اثنين مكاشفي ما بيعلم الغيب، ثلاثة كباشي ما بدي الجنة، أربعة صايم ديمو والشيوخ ما بجيبوا المطر. استلمت يا صوفي، أي استلمت الرسالة تمام، أي جربوكسي تمام 100%، بس ولا دور يلا كذا تشتغل كذا. دي في النهاية مهندس توريهم، يقول لهم الأساس قبلي السيخ وقبلي العناية وكذا الأسمنتي، الأساس أهم شيء العقيدة بعداك الجنة. دكتور طبيب توريهم، يقول لهم عالجوا القلب ده قبل البدن، البدن ده تراه كان مات بيخش القبر، ممكن يبقى له روضه من رياض الجنه القبر، لكن القلب ده لو مات انت بتخش جهنم بعدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله شنو؟ بقلب سليم. توريهم وريهم، جاتك مره، جاك راجل عيان شافعه، جاب لك شافعه ملبس كمون ولابس كمون، كان نصحك انا يمكن ما يقبل مني، لكن انت كدكتور بيقبل منك. لك يا اخي الدكتور قال الحجاب ده ما ينفع، اقطعوا طوالي. دكتور قال ما ينفع، ده الدكاتره درسوا متعلمين وكذا، ما هوس في البلد نسوي شنو؟ طوالي شنو؟ بيقطع. فانت لازم تبلغ الدعوه لازم. والحمد لله الشعب السوداني ده يعني، والناسين كثير منهم، والناسين كان قعدت معاهم شهر سنه ما بتمل، عليك الله هسه اقعد معيزه، خشوا في بعض سريع مستشفى تلقاهم منتظرين العينات بتاعت المعمل طوالي. خش اسمع، الله انت عارف البلد دي العيش والرغيف، هاي العيش هوك تلقاهم يتونس وانت خاش تقول ديل اهل عديل، بيخشوا سريع في بعض، ما كاتمين يعني، مرات بيكتموا لكن يعني بيخشوا في بعض. انت الصفه دي استعملها في الدعوه، استعملها يا اخي في الدعوه. واحد تلقاه سايق ركشه، تلقاه الناس ونزه يا اخي، وناس تقضي لسانك السمح ده، شغله في التوحيد ده، بلغ الدعوه، كان البلد دي تنتشر فيها الخير، انتشر فيها الخير والدعوه كده، في محل شاي، في غيره، في غيره، بلغ دعوه الله سبحانه وتعالى، الله بيجعل لك الخير. لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. وحده تاكيد للتوحيد، وان الله هو المستحق للعباده وحده لا شريك له. لا شريك له. له الملك أي وحده، وله الحمد، هو المستحق للحمد وهو المتصف بالمحامد وبصفات الكمال المنزه عن صفات النقص المنعم على العباد، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت. الذكر ده لو حفظته وفهمته وذكرت الناس به، اللهم لا مانع لما أعطيت، عليك الله يشوف الكلام ده، لا مانع لما أعطيت. إنت يا الله لما تدي زول تعطي أحدا شيئا لا مانع، لا أحد يمنع هذا العطاء أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ودبر الدلق عليه الجماعة بيقول لك بتاع تحويط، نحن نحوط لك الحاجة ونحن وكذي، وفلان ده بنشف لك ريقه، وفلان ده نطرد لك من السوق، وفلان ده سحرة ودجالين وكذا، تقول الأذكار وتكون على يقين إنه أي شيء بيد الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كان زول الله منع الذرية، في شيخ بديه وفي شيخ بدي جنة، كان هنا في شيخ بدي جنة كان ما شرك في البلد دي،
في شيخ بدي له جنا يغنوا هنا بالموسيقى وبالطبول كباشي كم أدى ولد تمام؟ مش كباشي أدى ولد، كباشي كم أدى ولد في كل بلد. لكن شو الإجرام في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل وشغال في الموية يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. قال شو الباطل اللي في البلد دي ودارين الناس تسكت دارين الدعاة ديل هون يقولوا الشرك وينشروه البلاء وينشروها وانت تسكت شان تغتس البلد شت مرة واحدة في الدنيا دي وفي الآخر نخش جهنم. كان بارين الناس دي أظن ما في كباشي بدي جنة عديل كثير. أنا أقول لك زي ما قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر عديل كثير. زي ما قال إبراهيم عليه السلام لقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلية إني أراك إني أراك إتدا ولك جيبه بفوق ما بفوق بفوق بتقع جيبه عديل كثير بفوق كين فوق كيف طيارة نحن نجيبها لك عديل كذي في وجه تر كذي والله إني أراك وقومك إت والمعاك إني أراك وقومك صح قال لأبو بأدب لكن قال للحق واضح إني أراك إت وقومك في ضلال مبين ضلال مبين شغلتكم دي واضح لو ليك أقول لك نحن ما ينبغي أن لا نخدش عواطف الناس وأن لا نجرحهم وأن لا صح ما تخدشهم ما تخدش عواطفهم تجرحهم في ونست الدنيا دي زاي ما تبقى زول بتاع حراج وكذا في ونست الدنيا زاي أهضم في حاجات أهضمها زاي أسكت في الدنيا زاي كذا. قال لك الطماطم الكيلو بيقى بكذي والهناء كذي والطماطم دي سمحة وما سمحة ولا جابدهم كثير انت مشكلتك في طماطم مع المجتمع دي انت شكل معاهم في طماطم. قال لك الاسبيرات اوي اليابانيه اسمح من الكوريه والكوريه اسمح من شنو الصينيه والصينيه اسمح ما في مشكله. قال لك المراوح دي مراوح كذا احسن من كذا ومراوح كذا ما تشاكلهم في دنيا زي لكن لما يخشوا في الباب ده ويخشوا في الدين يلخبطوا طوال يتوقفهم ولا لا 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 دي خارجيه شغلتهم دي جبتها وارمه ولا دي جاي طما كذي صح كذي حق كذي الباطل كذي إلى آخره. ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد يعني الغنى والعز والمكانة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهنا في تقديم وتأخير يعني لا ينفع الجد المكانة والغنى منك من الله ذا الجد. ذا الجد مفعول به لأنه منصوب وعلامة النصب شنو الألف لأنه من الأسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء من الأسماء الخمسة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع الجد منك ذا الجد يعني زول اللي عنده غنى ومكانة وعز ده ما ده قد ينفع عند الناس يغيموه لكن عند الله ما بينفعك الا تلاقي الله بالعمل الصالح والايمان والتوحيد وهكذا. والزول ذاته اللي عنده مكانه عند الله ما بتنفع غيره تنفعه هو في نفسه ده معنى ثاني وجانب ثاني برا الحد وهكذا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. هذا الحديث وهذا الذكر في البخاري أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال والراد مولى المغيرة ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. دل الصحابة بينقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قيل وقال والآن منتشرة
قيل وقال وإشاعات وكلامات يشيلوها كل يوم. والله ناس بيضيعوا شهور، ما يوم ولا ساعات، بيضيعوا شهور في الكلام عن السياسة، ويضيعوا سنين في الكلام عن الكورة، ويضيعوا يعني أعمار في الكلام عن الدنيا وكذا الآخر. كثير مجالس امتلأت بالأشياء دي، وده كله ما بخش معاك القبر، ما بينفعك يعني في القبر، ده قصدي كده، لو ما ضرّاك ما بينفعك، ما تضيع زمن. وإضاعة المال، ينهى عن إضاعة المال، ما تضيع مالك في أشياء ساي، تدي القروش كلها تديها للنسوان، عدنا لك عدد وحلل، يقولوا لك البيت حلل، ما تعرفوا بيت ولا مخزن، والله وستاير وبلاوي، الناس جيعانين والحلة غليدة فاضية زاي، الأرنب قاعد الفار يجر جوا والضب، يا زول بيع الحلل دي ما تضيع زمانك، سوي بس اللي بيكفيك بس، بيكفيك بس. وتلقى البيت مفلس والناس جيعانة وتعبانين، تلقى الفضية ملان حلل، ملانة كبابي، ملانة شنو؟ أقول يا أخي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال ابن كثير أي الصبيان والنساء، شوف اعتدين قروش بيملوا لك حلاوة، بس حلاوة تلقاهم يجلبطوك، بس جيب لهم حلاوة بسيطة قليلة تكفيهم، بس ما حرام تجيب لهم حلاوة، لكن قروش تديها لهم ربط ربط قروش كبيرة تديها، والناس ما لاقي واحدين. ولا نسوان، المرأة ما بقول لك أمنع من القروش مرة واحدة، لكن قروشك تمسك عليها، تقول لها اتصرفي انت واعملي انت، دي فيها ضرر كثير. والسفهاء مش للنبذ، الكلام ده لما الله قال ولا تؤتوا السفهاء، مش معناه نبذ النسوان والصبيان في التفسير هنا، الفسروا العلماء زي تفسير ابن كثير. السفي يعني ما عارف مصلحته، ما بيعرف مصلحته، ضعيف في معرفة مصلحته، حتى لو بيعرف بيعرف قليل، ضعيف يعني. فده ده المقصود كده، تديه مرات هدايا حاجات بسيطة كده، جيب لها عدة، ما بنحرم عليك، جيب لها عدة، لكن ما تملى البيت كله عدة، ولا تلقى انت تمشي السوق وهي القروش، انت تعبان وعرقان وشغال، دعت البيجاي وتقابض بيجاي وكده تسوي وكده، وهي اي بتاع تريلا بتاع عدة موقفة، ده طقم كده وده كده، وبغشوها بغشوها، لو ما بغشوها كثير بغشون، حتى يعزموا بعدين بتعلمها الجرأة. المرأة انت مغترب تقعد ترسل لها القروش قدي، ترسل لها، عندك اولاد كبار رسل لاولادك، تقعد تخليها هي مرأة تمشي المغالق تتكلم مع بتاعين المغالق، ده يتونس معاه وده يضحك معاه وده يشاغله وده، تمشي تشتري حاجات براء، حاجات منزلية وحاجات خاصة بالنساء، تمشي ده يشاغله وده يشاغله، ليه انت بتلعب كده؟ كلها بلاوي ساي، وده من إضاعة المال، من إضاعة المال. بعض الناس بيضيع ماله في حاجات كمان أفرغ من فارغ، تلقاه يشتري في صعود وفي سجاير وفي غيره، والله الذي لا إله غير، شايل كيس وغليد، وتلقاه شايل علبة السجائر، واحدين في شيشة وواحدين في كذا، حاجات كثيرة جدا ضيعوا فيها المال. وكثرة السؤال يعني تشحد الناس، إنها لها معنيان، تشحد الناس يعني. وده الشيخ العثيمين قال محرم إلا للحاجة، بل في وعيد محرم، لأنه الذي يسأل الناس ولا حاجة له هذا له وعيد، أو عليه وعيد شديد، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه يعني أفسد ماء وجهي وأزال ماء وجهي في الدنيا بسؤال الناس، دي مسألة. والنوع الثاني من السؤال يعني السؤال الذي لا فائدة فيه، الأسئلة يعني ما فيها فائدة، ودي بتلقاه كثير الآن، تلقاه كثير، مرات يقولوها للتجهيل، داعي يتكلم في التوحيد يجي يسألوا يقول له ما اسم الهدهد الذي في زمن سليمان عليه السلام، وما اسم النملة التي في زمن سليمان،
وما اسم البقرة التي في قصة يعني أصحاب البقرة في قصة موسى عليه السلام معه؟ وما اسم أذن كلام سهل. وما اسم الكلب الذي في أصحاب قصة أصحاب الكهف؟ وكذي آيات ما فيها ما فيها فائدة. طيب قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات. العقوق محرم سواء كان لحقوق الأب أو حقوق الأم. قال بعض الشراح ويدخل فيه قطيعة الرحم. وينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، يعني كانوا يدفنون البنت وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومنع وهات منع. قال الشيخ البسام ومنع أن يمنع إعطاء المال وإنفاق المال في الوجوه المشروعة، يمنع لا بزكي ولا هنا. وهات يعني يحرص على جمع المال، مع حرصي على جمع المال يمنع من إنفاقه في الوجوه الشرعية أو يمنع من الإنفاق منه. طيب آخر حديثين عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين في لفظ المسلمين أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. الدثور يعني أصحاب الأموال يعني والغنى. قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. يعني الناس ذي الفاتونة، أصحاب الأموال ذي الفاتونة. شو الصحابة ذي بيتنافسوا في الآخرة ما في الدنيا. الفقراء جوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أصحاب الأموال سبقونا ليه؟ والدرجات العلى مشوا كذا إلى آخره. لأنه نحن بنصلي هم بيصلوا، بنصوم بيصوموا، لكن هم بيتصدقوا ونحن ما عندنا شيء نتصدق به، وهم بيعتقوا في الرواية دي ونحن ما عندنا شيء نعتق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم تلحقون. يعني تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. يعني أنا بوريكم شيء شيئا الشيء ده تسبق به أي زول البعدكم موديل وكذا إلى آخره، وما في زول بيلحقكم إلا زول يعمل زيه، يعمل يعني يعمل زيكم يعني يعمل. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. يعني تسبحون 33 مرة سبحان الله، وتكبرون 33 مرة الله أكبر، وتحمدون 33 مرة. وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث يعني في هذه الرواية التي تمر بنا إن شاء الله تعالى. دبر كل صلاة 33 مرة تسبيح وتكبير وتحميد، تحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قالوا يا جماعة ديل أنا بعد قلنا الأذكار دي هن سمعوا بيع بيقوا يقولوا زينا، يعني تاني ننزل يعني ها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
خلاص الله كتب كذي وكذا، إنسان بعد يجتهد في الطاعة وفي الخير. قال سمي رحمه الله تعالى: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33، يعني بالترتيب ده، أول شيء التسبيح وثاني التحميد مش ثاني التكبير، وثالثا ياهو التكبير، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ أحمد محمد شاكر: وذكر مسلم وذكر مسلم بعد هذا الحديث من غير طريق أبي صالح ما ظاهره أنه يسبح 33 مستقلة ويكبر ويحمد مثل ذلك، وهذا ظاهر الأحاديث. قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. يعني يقول 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، وختامة تقول شنو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الأذكار ده يا جماعة بتبدأ بالاستغفار، تبدأ بالاستغفار، والصيغة دي أستغفر الله ده كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى، ده كلام الأوزاعي أستغفر الله برادك، لكن عندنا في الأحاديث أستغفر الله وأتوب إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. آية أنا بعمل في السنة بعرفها في السنة دي اللي هو أستغفر الله وأتوب إليه، أما هذه إذا وجد دليل فعلناه، وإذا لم يوجد دليل فنقدم السنة على اجتهاد العلماء، وإن كان الأوزاعي من الأئمة المعروفين الجهابذة رحمه الله تعالى. تبدأ بالاستغفار وكذا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعدها وتقول التسبيح وتقول تختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، التسبيح التحميد التكبير، وتختم يدي وآية الكرسي وكذا إلى آخره من الأذكار. آخر حديث ختم به عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة قال المصنف كساء مربع له أعلام، الخميصة كساء مربع له أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والأنبجانية، الأنبجانية كساء غليظ. أبو جهم صحابي رضي الله عنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كساء له أعلام، يعني فيه نوع زركشة كده، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى ونظر إلى هذا الكساء فكأنه شغله عن بعض الخشوع والتدبر، عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم رجع له، رجع له الهدية دي، وعشان ما يأخذ في نفسه يقول الرسول رجع هديتي، قال لهم قولوا لله أبي صديق لا يجيب لي أنا بقبله. عرفت ده من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زول جاب لك جلابية هدية جديدة وتلمع، انت لبستها لقيتها شغلتك في الصلاة، رجعت عليه وما ترجعها زاي، لأنه هو بشيل في نفسه بقول الزول لها الهدية ما قبلها. من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومن أدبه ومن حسن تعامله قال للابسة دي، عشان ما تقول أنا ما قبلت هديتك، اللابسة دي ما في مشكلة أنا قبلتها. شوف التواضع والأدب والخير يعني في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال نأتي الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، نتكلم عن الجمع في الصلاة في السفر وعن بعض أحكام يعني القصر وصلاة الجمعة وبعض أحكام القصر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.